لقاءات وحوارات تتميز في حب الخير والعطاء ليكون مثالا واقعي وحي لشبابنا العربي الطموح المثابر. بداية انطلاقته كانت بسيطة، وانطلاقته بدأت في خطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي بضيفي الأكثر تميزا في هذه الحلقة، الكابتن المهندس عدنان الشيشاني صاحب أكاديمية كاربون. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان، نورنا عبر الشاشة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ. في البداية كابتن عدنان، عرف السادة المشاهدين من هو عدنان الشيشاني وكيف بدأت بداية انطلاقه. أنا كابتن المهندس متفضلتي عدنان الشيشاني. نعم. اشتغلت في مجال الرياضة. جميل. بدأت فيه في عمان، فتحت نادي في التسعينات، نادي في النزهة. وقبلها كنت في الجيش، خدمت الاتحاد العسكري لفترة 6 سنوات ونص. نعم. الفترة هاي كنت نشيط رياضيا، فدخلت المنتخب الوطني، بقيت في المنتخب الوطني 7 سنوات ونص. رائع. كنت كابتن المنتخب الوطني. حلو. والحمد لله خلال المسيرة الرياضية حققت تقريبا ميداليات ذهبية كثيرة على مستوى المملكة طبعا، لكن على المستوى الدولي حققت ميداليتين برونزيات. جميل. من خلال هذه الخبرة انطلقت للتدريب في عمان، بعد فترة انتقلت للزرقاء، فتحت مركز آخر وظل مستمر إلى الآن، مركز صلاح الدين للكاراتيه في الزرقاء. لحد الآن موجود؟ لحد الآن موجود وشغال وطبعا ممتاز. جميل. خلال الفترة هاي كنت طبعا بالفترات الصباحية اشتغلت في شركة أورانج، كنت مهندس دعم زبائن 13 سنة تقريبا. بعدها اشتغلت في مدارس خاصة، مدرس رياضة، مرشد، مدير مدرسة. اشتغلت في مصانع طيبة للألبان كمهندس صيانة، فخبرات العملية ما شاء الله كثيرة. أكيد هي إنجازاتكم هي اللي بتتحدث عنكم أستاذ. الحمد لله رب العالمين. خلال الفترة هاي كلياتها ولو كنت اشتغل في شركات واشتغل في مصانع واشتغل، لكن المجال الرياضي شغال معاي بخط متوازي. نعم. فالحمد لله كان في انتاج على الجهتين، يعني انتاج بشكل شخصي بحياتي الشخصية والحياة الرياضية مستمرة. الى وصلنا لمرحلة انه يعني حبيت انتقل لعمان في الخبرات، وفي حسيت انه في عمان اكثر انطلاق، اكثر توسع، فيها تحديات اكثر والمجال اوسع، فلذلك انتقلت لعمان واسست هذه الاكاديميه، اكاديميه كربون للتدريب. وان شاء الله انها اكاديميه يعني فكرتها كثير قويه وواعده، وان شاء الله يعني باذن الله تنجح نجاح باهر لانه فكرتها كثير قويه ان شاء الله. كابتن عدنان، انت ارتأيت الى مجال الرياضه في شكل عام، ما الذي يميز هذا المجال اللي انت اخترته عن غيره من المجالات؟ مجال الرياضه يعني انا صغير كنت بحب الرياضه، هوايه، بحب الرياضه، بحب الحركه، كان عندي يعني الكاراتيه بالذات والالعاب الدفاع عن النفس بدها روح قتاليه، فكنت اتميز بالروح القتاليه. خلتني هاي الأشياء إنه أنتقل أو أدخل في مجال الرياضة وبالذات الكاراتيه. في أيام ما كنت بدأت الكاراتيه كان بالأردن فقط عندنا رياضتين أو ثلاثة، كنا نعرف الملاكمة، نعرف التايكواندو، نعرف الكاراتيه. مظبوط. فأنا حبيت الكاراتيه كرياضة لأنه فيها يعني فنيات عالية قوية جدا، ميزاتها ممتازه بحيث انه تحافظ على الـ على على اللاعب وتحافظ على الخصم تبعك، فهي من الرياضات الراقيه نقدر نحكي عنها، تختلف عن الرياضات الاخرى. الرياضات الثانيه يعني الاكشن فيها انه واحد يضرب ضربات قاضيه، هذا يعني اكثر ما يعني يتمنى اللاعب انه يحققه اثناء لعبه. في الكاراتيه لا، يتمنى اللاعب انه يوصل لمرحله فنيه يسدد ضربه قاضية من غير ما يقضي على خصمه. هذا هو روح الكاراتيه. جميل. كابتن عدنان، ما هي الخدمات التي تقدمها أكاديمية كاربون؟
الأكاديمية كاربون اجت الأكاديمية، فكرة الأكاديمية متكاملة. نعم. حبينا نعمل بالمجال الرياضي وندخل في المجال التعليمي. جميل. ندخل المجال الهندسي. هاي كبرامج، لكن اللي احنا بدنا اياه بشكل في خدمات أوسع. متميزة هون. بشكل أوسع. نحكي بالعمق، بدنا نبني الطفل اللي بيجينا نبنيه رياضيا، جسميا نحكي، عقليا ونفسيا، فبدنا نعطي خدمة متكاملة للطفل، نبني شخصية بشكل عام متكاملة. أوه. نعمل كاريزما قوية للطفل. جميل. نبنيه من كل النواحي. فلذلك عندنا بالبرامج الرياضية عندنا الكاراتيه بشكل أساسي للأطفال، في عندنا مرافق إلى الكيك بوكس والجوجيتسو وشغالة معنا، لكن احنا نركز في شغلنا على الكاراتيه أكثر. تمام. في برنامج الكاراتيه في عندنا مرافق إلها برنامج قيمي سلوكي وأخلاقي، كل حصة في عندنا توجيهات أخلاق، كل حصة. جميل. ما تخلو أي حصة من توجيهات سلوكية وأخلاقية للأطفال، مثلا عن الاحترام، مثلا عن روح التعاون. روح التعاون، التقدير، كيف احترم نفسي، كيف احترم نفسي، كيف احترم الاخرين، كيف احترم ولي امري او الوالدين. فهاي دروس تنعطى بشكل بسيط بهدوء، توصل للطفل بطريقه مناسبه، وبتكون ان شاء الله يعني بذره لقدام، بحيث انه ان شاء الله مع الايام تنمو وتكون شجره كبيره ووافره. يعني في النهايه انا اللي بنظر له، هلا خلصنا الرياضي، في المجال التدريسي التعليمي، اللغه التعليمي عندي اللغه الانجليزيه مهمه جدا. اكيد. وفي عندنا موضوع رسم والفنون. هاي هوايات ممكن تعتبر لكل طالب. انا بالنسبه لي بدون فنون وبدون رسم، مش شرط انه انا اعلم الطفل حتى يصير رسام، لا، انا بدي يعني افجر عنده الطاقات الابداعيه. الطاقات الابداعيه ما بتتفجر ولا بتطلع ولا بتصير لها قيمه غير اذا كان عند الواحد الجانب الفني. مزبوط. التصويري، الالوان، الابداعي، هذا كلياته عباره عن تصوير في العقل. انت ربطت الرياضه مع المجالات الابداعيه في الاكاديميه. هذا جزئين. هلا الجزء الثالث. الجزء الثالث. الجزء الثالث بنيجي على الهندسه. الهندسه في عندنا شغله كثير كثير مهمه، البرمجه، برمجه الكمبيوتر الان يعني هي اساس في حياه الناس. اكيد. اللي بيتعلم، اللي بده يتقدم في علمه، كان في اي مجال، البرمجه له مهمه جدا. فالبناء البرمجي باعتبار لقدام، اللي ما بيعرف برمجه الجيل هذا الان الموجود يعتبر امي. صحيح. مو الامي بطل يكتب، اما اللي ما ببرمج، اللي ما بيعرف كيف شغل الكمبيوتر والتعامل مع الكمبيوتر والتقنيات الحديثه، هاي بتعمل عنده مشكله. فاحنا دخلنا الروبوتكس، برمجه الروبوت على برامجنا، فهيك شعرنا انه تقريبا احنا عم نعمل نوع من التكامل بين الجسمي والقيمه والاخلاقي اللي ركزنا عليه، وبعدين التعليمي، اللغه الانجليزيه والرياضيات والرسم، وبعدين الهندسي. فهي فكره الاكاديميه، فكرتنا كثير قويه جدا، وحابين الناس يتعرفوا علينا. اكيد. انه اذا بتجيب ابنك لهون ما في داعي تمسكه وتروح وتوديه على مكان ثاني حتى ياخذ مهاره ثانيه او تعلمه شيء اخر او تقويه باللغه او تعطيه برمجه، لا، من عندنا ممكن ياخذ هذول البرامج. اكيد. يعني ترى ان شاء الله اكثر مجال رياضه كلهم ربطوا مع بعض، بالعكس بالضبط. الطفل هون ممكن يتطرق لاكثر من تعليم. بالضبط. مهندس عدنان، او زي ما نحكي كابتن عدنان، اكيد لك نظره مستقبليه في المستقبل بالنسبه للاكاديميه او على الصعيد الشخصي، اين ترى اكاديميه كاربون بعد 5 سنوات؟ احنا ان شاء الله عم نعمل بكل ما عندنا من قوة وإمكانيات حتى نوصل فكرتنا للناس. هلا أنا عم بتصور الطفل اللي عندي اللي عم بيجي، أولاً عم ببني بناء جسدي، خلال ال5 سنوات راح يكون مستواه بالرياضة ممتاز، ويكون بالمقابل مستواه نحكي القيمي والأخلاقي والسلوكي رائع، رجل
يعني او امراه او فتاه او شاب ذو مواصفات عقليه فاهم عنده اخلاقيات عاليه تمام، فهذا الخمس سنوات نصنع واحد بهذه المواصفات مع عنده امكانيات انه ابداعيه بالتصور زي ما حكينا من خلال الرسم والاعمال الفنيه اللي راح يكون فيها. واحنا في كل برنامج من هذول اللي حكيت لك عنهم احنا حاطين احسن ناس، يعني عم نجيب احسن ناس، احسن مدرسين، احسن مدربين، اقوى برامج وعم نطبقها باللغه الانجليزيه. مثلا عندنا التوفل جونيور، نطبق التوفل جونيور، هذا مقياس دولي للغه الانجليزيه. ما عم بحكي انه والله تعالوا خذوا دوره محاضره ومع السلامه. نفس الشيء بالرسم وبالاعمال الفنيه، انا جايب متخصصين حتى انه يرتقوا بهذا المجال. في المجال روبوتكس عندي المهندس غيث الشيشاني متخصص وعنده الامكانيات والقدره العاليه جدا حتى انه يرقي هؤلاء الاطفال ويدخلوا في مسابقات دوليه. جميل. ما دام اجينا على المسابقات فانا اطمح انه خلال الخمس سنوات القادمه انا ادخل المستوى الدولي برياضه الكاراتيه، وبنفس الوقت يكون عندي عدد رائد كبير وكويس في مجال الروبوتكس ويدخلوا مسابقات دولية وعربية وعالمية ينافسوا بهذا المستوى. فهاي رؤيتنا لخمس سنوات إن شاء الله. أنه طبعاً هذا شيء فيه تحدي كبير أكيد طبعاً. كابتن عداد، زي ما ذات كل إنسان على سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل ممكن تواجه بعض الصعوبات، فهل واجهتكم بعض الصعوبات في بداية عملكم؟ اكيد الصعوبات موجوده. كيف تخطيت هذه؟ وبدون صعوبات اصلا يعني العمل معناته سهل بسيط. مزبوط. يعني صفه الاعمال الكبيره انه تواجه صعوبات. صحيح. فاول صعوبه بتواجهنا احنا الفكره للناس. فاول ما نقول لهم والله عندنا 1-2 برنامج الرياضي، برنامج التعليمي، برنامج الهندسي، لسه لحد الان الفكره مش متكامله في عقول الاهالي. لا والله انا بدي اياهم بس مثلا هندسه، بدي اياهم بس انجليزي، بدي اياهم يتعلموا رسم. طب ممكن اقول لك سؤال كابتن عدنان، هلا اكثر من مجال هون موجودين، مجال الرياضه ومجال الهندسه مثلا ومجال التعليم، كلهم نفس الاشتراك تبعين لبعضهم ولا كل واحد له اشتراك لحاله؟ بالنسبه للنواحي الماديه احنا كثير عم ننزل، مش ننزل بمعنى ننزل يعني عم نعطي اسعار مناسبة. لانه انا بدي في النهايه بدي اكسب طبقه من الشعب، من جميل. من المواطنين، من المجتمع المحلي اللي يقدروا يدخلوا هاي البرامج. انا ما بدي اطلع لدرجه انه ما اخلي حدا يدخل عندي باسعار عاليه، لا احنا اسعارنا ان شاء الله مناسبه ومدروسه بحيث انه المتوسط يدخل فيها. لانه صراحه يعني برنامج الروبوتكس برنامج مكلف، يعني صحيح. الاجهزه والدوائر اللي بنجيبها والاشياء اللي بنشتغل عليها مكلفه جدا، لكن مع هذا احنا عم نحاول ننزل السعر باقل ما يمكن لانه تكون متناسب لجميع الفئات. للفئات بالضبط. والفكره انه يا ريت الناس تيجي تحكي والله انا بدي ابني يلعب رياضه ورسم ويتعلم انجليزي يعني ويتعلم كذا كله مع بعضه. في لنا برنامج احنا مرتبين امورنا بحيث انه الطفل ياخذ هذول كلهم. فانت تصور لو في طفل قاعد 10 سنوات بهالمجال هذا عم بياخذ رسم، بيطور الافكار الابداعيه عنده والنواحي الناحيه الابداعيه في عقله، عم بياخذ رياضه وجسمه قوي. جميل. عم بياخذ تعليم لغه انجليزيه، بكره بروح على الجامعه بفتح الدكتور بدخل عليه والله عندي المرجع الفلاني، بكون هو بفتح المرجع بقرا بكل سهوله، بفهم بكل سهوله، بتابع المجلات الدولية والعالمية الكبيرة. نعم. كلغة انجليزية بروح على اي موضوع حب يبرمج فيه، حب انه يدخل في بالعكس ممكن عنده خبرة اكثر. فهذا الطفل يعني بدي احكي سوبر مان، سوبر مزبوط. سوبر كيدز مظبوط. كمان بيعبي وقت فراغه. بيعبي وقت فراغه اكيد. كابتن عداد، بدنا كلمة توجيهية لشبابنا وخاصة شبابنا اللي عاطينا العمل. والله شبابنا يعني صحيح هم عمدة الوطن، يعني هم أكيد. هم الأساس، هم اللي لقدام، هم اللي بيحملوا هاي الأمانة، أمانة مزبوط. الوطن اللي هم عايشين فيه.
أمام القضايا اللي إحنا عايشينها، قضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مين بدي يحملها؟ شباب. أو لا أو شباب. مظبوط. فكلمتنا للشباب إنه حسب خبرتك يرجعوا ثقتهم بنفسهم. صحيح. الموضوع الاقتصادي والعمل وغيره في حلول كثيرة موجودة أمامهم. التوجه للمهن شيء جميل، ممكن إنه الشباب يدخلوا في أكثر من مهنة من المهن الموجودة ويبدعوا فيها. الآن أنا ممكن أدخل في أي مهنة حتى لو كانت مهنة عادية، نعتبر مهن على الكلمة اللي بيحكوها إنه والله الشباب ما بدهم غير مقاعد وبدهم مدراء، هذا الكلام أنا بالنسبة لي أعتقد إنه الشباب تجاوزوه بمراحل. فالقضية إنه يا ريت الشباب يدخلوا في أي مهنة. الآن أنت بتدخل مهنة بكرة شوي شوي بتصير سيد هاي المهنة، بتصير أنت المسؤول عنها، بتصير أنت صاحب العمل فيها، بتصير أنت الموجه فيها. وفي بالدول الخارجية زي بريطانيا وغيرها مو سرجية، بيكونوا عاملين شركة والله إصلاح المواسير في البيوت، صارت شركة وإلها كيانها وإلها إلها أسطولها وإلها خدماتها وإلها وراقية وتجيب ملايين. نعم. فالقضية إنه والله أنا ما أشتغل مو سرجي. ليه؟ لو كان عندي تفكير أنا متقدم، الآن بتعلم المهنة، بكرة بشتغل مع واحد وبحطه معاي ستاند باي وبصير أخذ شوي ورش وبعدين شوي شوي وهكذا. يعني هذا مثال، بجوز مثال بسيط، لكن تقدر تطبقيه على أي مهنة. مزبوط. على أي مجال. فشبابنا المجال أمامهم واسع بالمهن، بس إحنا مشكلتنا معنا أستاذ ثقافة العيب هي طغت على في ثقافة العيب. يعني هاي كلمة ولدت يعني مع الأيام، لأنه كان زمان الموضوع إنه والله ابني بدرس حتى يروح على الوظيفة، مجال عمله يتوظف في الحكومة. الآن أنا بنصح الشباب كلياتهم إنه ما تدور على الوظائف، وإذا كان صح لك وظيفتك بنفسك، وإذا كان صح لك وظيفة بتصح لك وظيفة لحد معين لوقت معين، هذا مرحلة من حياتك. أما تضلك طول حياتك قاعد على وظيفة بتقعد 40 سنة و 30 سنة، في ناس الآن 30 سنة و 40 سنة في وظائفهم، إيش استفاد بحياته؟ إيش بنى بحياته؟ إيش اكتسب خبرات؟ أنا بالنسبة لي انتقلت من وظيفة لوظيفة، الآن بتشغليني بالرياضة بشتغل، بتشغليني بالهندسة بشتغل، بتشغليني في التخطيط، في المستودعات، في أي شيء بشتغله، لأنه صار عندي خبرة من شغل لشغل، وصرت أفهم مجال العمل، وصرت أفهم كيف الناس، وعرفت انه كيف المتفوق بيشتغل وكيف حتى تنجح بالعمل تبعك شو بتحتاج. فالقضيه انه مش هي وظيفه، هي حياتي ومماتي. هذا هو اللي انصح فيه الشباب، انه ينطلقوا في حياتهم ان شاء الله انهم بينجحوا ان شاء الله. كابتن عدنان، عارف السادة المشاهدين اين توجد اكاديميه كاربون وموقعها ورقم هواتفكم؟ اكاديميه كاربون موجوده في شفا بدران، في مجمعات اللي قرب أسواق حبوب. أرقام هواتفها في عندنا هاتف أرضي 0506-523-447، ونفس الخلوي نفس الشيء 077-523-447. وآخر كلمة شكر تقدير لمين بتوجهها؟ كلمة الشكر والتقدير يعني لكل من ساهم في دعمكم وصلكم، دعمنا في هذا العمل، من كل الناس، يعني من أهلي ومن أصدقائي ومن الناس اللي كانوا يقفوا ورانا في النصيحة. نعم. وما شاء الله يعني الحمد لله في مجموعة كبيرة، منخص طبعا في هذا المجال الأهل، الزوجة وأولادي كمان كانوا في كثير، يعني كانوا معاي في مناقشات طويلة في الموضوع الأكاديمية، وطبعا شريكي وصديقي وأخي المهندس غيث الشيشاني، هو يعني قائم في هذا الشركة وله يعني بصمات كثير قوية في العمل، وان شاء الله هو يعني كمان راح يساهم ومساهم الان هو في النجاح بدرجه كبيره في الاكاديميه. نعم. ان شاء الله انه
ربنا وفقنا جميعا، هاي كلمة الأخيرة، هدفنا سامي وهدفنا كبير بنحاول إنه نطبقه ونحققه إن شاء الله مع الأيام، الله ييسر أمورنا. آمين. كابتن عدنان للعلامة الأمن والأمان، ما كان إحنا موجودين في المنطقة هاي كونا في منطقة ملتهبة من جميع الجهات، ممكن تقدم لنا كلمة عن نعمة الأمان والأمان في ظل القيادة الهاشمية؟ الأمن والأمان شيء أساسي في أي أعمال، إذا واحد بيقوم بأي عمل اقتصادي في أي مكان في أي بقعة من الأرض، إذا ما كان فيها أمن وأمان ما في استثمار، ما في اقتصاد، ما في حركة. هيكون إذا بيستأجر مكان بيستأجر معاه يعني فريق حماية. فإحنا الحمد لله في بلد آمن، فيه عناصر الأمان موجودة، الاستثمار والاقتصاد تبعنا صحيح بالايام هاي متعثر، لكن الايام القادمه ان شاء الله ربنا بيعيننا وبيقوينا. بدنا نصمد، هذه بلدنا وهذه هذا الاردن اردننا زي ما بيحكوا، ف بدنا نكون فيه يعني رجال امناء وجنود للوطن. الجندي هو مش فقط اللي بالجيش او في صحيح. في الدوائر الحكوميه او غيرها، اي مواطن هو في البلد هذه عباره عن جندي. صحيح. وطبعا الاجهزه الامنيه بكافه اطيافها عم تساهم مساهمه قويه كبيره في حفظ الامان والامن في البلد هذا، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمه. في نهايه اللقاء اعزائي المشاهدين، نود ان نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للكابتن المهندس عدنان الشيشاني صاحب اكاديميه كاربون على حسن استقباله. شكرا لك سيد عدنان، نورنا مره اخرى عبر الشاشه. شكرا لك، يعطيك العافية.